مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الصحافه اليوم. احنا النهارده قررنا نكون ايجابيين، يعني قررنا حتى نتحدى اي اغواء لاي خبر سلبي وما نبداش بيه. قررنا ان احنا نكون ايجابيين زينا زي جهاز الشرطه بتاعنا لما كمان قرر ان هو يكون ايجابي ويمنع الحادثه الارهابيه الجبانه اللي كانت موجوده قدام معبد الكرنك النهارده في الاقصر، اللي لو كانت حصلت لا قدر الله او اكتملت لا قدر الله اعتقد كنا ندخل في دوامه محدش يعلم بيها. لأن صوت التفجيرات في سينا غير صوته في الأقصر، والدم على رملة سينا يعني هو بنفس الجلال ونفس العظمة لكن تأثيره مش زي ما يكون في الأقصر خصوصا وهي في منطقة سياحية. عشان كده احنا قررنا نكون إيجابيين، قررنا النهاردة نبدأ بداية مختلفة، بداية فيها نفس الروح بتاعة هزيمة الإرهاب النهاردة في الأقصر، علشان كمان عجبانة قوي حالة الزعل والغضب والإحباط اللي موجودة في صفحات ومواقع وفضائيات الإخوان بعد فشل الحادثة الإرهابية دي. يعني كمان عجبنا حاجة مهمة، عجبنا أنه واضح جدا أنه السادة الإرهابيين والسادة الإخوة في الجماعات المتطرفة ومعهم كمان الإخوان المناصرين سواء بالتشجيع أو بالتأييد أو بالدعم أو بالتمويل ما عندهمش مشكلة أن هم يعملوا عملية إرهابية تقتل مصريين، مش بس تقتل مصريين، ما عندهمش مشكلة ان هم يعملوا عملية يقتلوا الجنود، ما عندهمش مشكلة ان هم يقتلوا الضباط، وفي نفس الوقت ما عندهمش مشكلة ان هم يدمروا اثار مصر التاريخية، وفي نفس الوقت ما عندهمش مشكلة ان هم يقتلوا السياح، والتالتة دي تحديدا معناها قطع عيش لالاف ومئات من الاسر المصرية، وكأنهم بيدوا لحضرتك رسالة مكررة بتقول لك انتوا يا مصريين ويا بلد بحضارتكم بوطنكم بتاريخكم بآثاركم مش فارقين معانا، هننتقم منكم لمجرد ان احنا مش قاعدين على الكرسي، احنا اللي كان فارق معانا في البلد دي الكرسي عشان ناخده نعمل بيه مصالح تانية. الرسالة وصلتكم؟ اعتقد ان الرسالة خلاص وصلت للمصريين انه مش فارقين. اخر حادثة في الأقصر او في الصعيد حادثة إرهابية كبيرة كانت حادثة الأقصر سنة 97، والحادثة دي اتقتل فيها 57 سائح وفضلنا على ايد الجماعة الإسلامية اللي هي جزء من الحلف الإخواني دلوقتي، وفضلنا حضرتك سنين طويلة جدا ربما لحد اللحظة اللي احنا فيها دي بنحاول نداوي الآثار الجانبية للحادثة الإرهابية دي على السياحة تحديدا. مش مشكلة، المشكلة كمان أو الجزء الثاني أو النقطة الثانية عشان نتكلم في الموضوع ده في التفصيل بشكل خبري في فقرتنا الثانية، المشكلة إنه اللي حصل ده مش بس فشل في تنفيذ العملية، لا ده تأكيد ورسالة جديدة. زي ما كان في رسالة بتقول لك إن احنا انتوا مش فارقين معانا، مصر بتاريخها بأثارها بحضارتها مش فارقة معانا. الرسالة الثانية الإيجابية إن احنا لازم نعرف إن لجوء الإخوان أو لجوء الجماعات المتطرفة أو الجماعات الإرهابية إن هي تنزل تعمل عملية في الأقصر معناها إنه الناس دي فشلت، التضييق الأمني على الجماعات المتطرفة سواء في سيناء أو على التحركات الكبيرة في الخلايا الكبيرة في منطقة الدلتا أو القاهرة بقى واضح، فهذه الخنقة خلت الناس ترجع تدور في دفاترها القديمة وتشتغل على أبو قديمه بقى اللي هو بتاع 97 اللي هو إرهاب التسعينات، لو ندخل بقى انتحاريين في أماكن توجع. فاهم؟ قال لك طالما خلاص مش عارفين نشتغل زي الناس المحترفين في سوريا والعراق والجيش مضايق علينا والشرطة بتحاول تضايق علينا وعمالين بننهزم قدام الجيش، يبقى نرجع للخلطة بتاعة التسعينات اللي جربناها قبل كده ونجحت. لكن الحمد لله حتى هذه الخلطة بتاعة التسعينات جربوها ونجحت لفترة قليلة. علشان كده أنا بقول بعيد بقى عن ده اللي هنتكلم فيه في تفاصيل، انا بقول ان احنا قررنا النهارده نكون ايجابيين لان كل اللي حصل في موضوع الاقصر ده فيه رسائل ايجابيه. قررنا نكون ايجابيين ازاي؟ هقول لك ان احنا اكيد يعني مش هنقول لك لنص يعني بص النص الكوبايه المليان لان اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ولا هنطبل مع بعض ولا هنكذب ولا هنلون في اخبار ولا هنقول لك استحمل واصبر، لا احنا هنجيب لحضرتك نموذج يديك امل. هننقل تحديدا للجماعه بتوع السياسه والاحزاب السياسيه نموذج وتجربه زي ما هي عشان يتعلموا منها يعني ايه ينجحوا، وفي نفس الوقت علشان تفضحهم وتكشفهم وتعرف حضراتكم في البيوت ايه اللي بتوع الاحزاب السياسيه المصريه المفروض يعملوه وما عملوهوش كسلا وجهلا وفقرا وتكاسلا وكل حاجه وفشلوا، وبدل ما يعترفوا ان هم فشلوا بيدوروا على اي شماعه يعلقوا عليها خيبتهم.
مره يخلوا السلطه هي الشماعه ويقول لك اصله قمعيه واصله 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 مش عارف ايه، ولما تقول لهم ما الناس كتير كانت بتشتغل تحت ضغط القمع في بلاد كتير ونجحت، يقول لك لا معلش الوضع مختلف. ومره يخلوا حضرتك انت واخوانك من ابناء الشعب المصري شماعه ويقول لك اصل احنا مش عارفين نشتغل سياسه صح لانه الشعب المصري جاهل وبيمتنع عن المشاركه السياسيه، فلما تقول لهم الطوابير اهي والناس يقول لك لا لا ده امر يختلف. وهكذا وهكذا، زي المدرب الخسران طول الوقت، شويه يقول لك اصل الحكم، شويه يقول لك اصل ارضيه الملعب، وشويه يقول لك اصل دي مؤامره من الاعلام الرياضي. بص احنا مش هنكذب على بعض، الناس بتوع الاحزاب بتوعنا كبار او صغيرين اخبارهم اللي بتتنشر كل يوم في الجرايد الحقيقه تكسف ما تفرحش ابدا. والحقيقه ان هم كمان محتاجين درس حقيقي، مش علشان لا قدر الله يعني حاشا لله احنا نكون بنعلمهم حاجه يكون هم ناقصين تعليم، لا علشان يبطلوا يتحججوا بالوقت والزمن على وجه الخصوص. زمان في عصر مبارك كانت الاحزاب لما تقولها انت فاشله ليه؟ مش بتجيبوا مقاعد كتير في البرلمان ليه؟ مالكوش تواجد كبير في الشارع ليه؟ يقول لك اصل القمع وامن الدوله والحريات والتضييق على الحريات. فتسكت وتقول عندهم حق، ما كانش في اي بادره امل لاي حد بيشتغل، رغم ان كلنا كنا بنستغرب ازاي هم مش عارفين يشتغلوا بينما كان الاخوان والسلفيين بيتمددوا ويتوغلوا وينتشروا، وازاي كانت الحركات الطلابيه والحركات غير الحزبيه زي كفايه وغيرها كانت قادره على الانتشار والتاثير في نفس المناخ الامن القمع بتاع مبارك اللي كان الاحزاب بتشتكي منه. مش مشكله، قلنا خلاص الثوره قامت وخلاص بقى الباب اتفتح وكل الاحزاب القديمه يعني هتنتفض كده زي التنين المجنح، ويطلع بقى الوفد والتجمع والعرب الناصري وكسروا الدنيا. بس عدت 4 سنين من وقت الثوره والاحزاب الكبيره دي بدل ما تطلع وتنتفض وتكبر وتكبر بتصغر اكتر واكتر وبتغلط اكتر واكتر، بتغلط اكتر ما كانت بتغلط في زمن مبارك. وبعد ما كانت بتشتكي من قمع مبارك بقت تشتكي لنا من السكر والزيت بتاع الاخوان، وبقت تشتكي لنا من استغلال الدين. ولما الاخوان مشيوا قلنا خلاص هيبطلوا بقى يستخدموا الحجه بتاعت سكر وزيت الاخوان ويبداوا يشتغلوا وينزلوا الشارع. بس للاسف ما عملوش كده، هم عملوا حاجه تانية خالص، انطلقوا بقى يتخانقوا على الكراسي، وتراجعت الاحزاب الكبيره تماما لدرجه ان حزب زي العرب الناصري مش موجود ومحدش يعرف عنه حاجه، ولو سالت الناس في الشارع مين رئيسه محدش هيعرف. ولدرجه انه الناس في حزب الوفد هذا الحزب العريق الفخم الضخم اللي كان كلنا بنعول عليه امال في السنين الاخيره انه يقود مسيره الاحزاب الليبراليه والمدنيه، الناس فيه بتتخانق على كرسي السلطه خناقات عيال. وحزب التجمع هذا الحزب المسؤول واللي كان سبب في يوم من الايام يعني مسؤوليه كامله ان هو يخرج لمصر كوادر سياسيه وثقافيه وفكريه كبيره جدا، انتهى بيه الامر ان هو بينظم رقصات اباحيه او بينظم حفلات رقص. فقلنا خلاص يبقى الامل في الاحزاب الجديده اللي طلعت بعد الثوره، ودي فرصتها احلى، مقاومتها المقاومات اللي عندها احلى، تفتح لها الباب ان هي تشتغل بجد، فيها شباب بتشتغل على نظافه من اول وجديد، فيها رجال اعمال بيدفعوا فلوس، موجودين في وقت من اكتر الاوقات يعني ربما يكون اكتر من زمن مبارك في حريات شويه. رغم ذلك مفيش ولا حاجه من دي حصلت، لسه برضه الاحزاب بتلعب، الاحزاب الجديده بتعاني من نفس الامراض بتاع الاحزاب القديمه، بطء وعدم انتشار وعدم تواجد في الشارع. ولما تيجي تسالهم ايه يا جماعه السبب في اللخبطه دي؟ انتوا ليه مش موجودين بالقوه التي كنا نتوقع ان تكونوا عليها بعد الثوره؟ يقول لك اصل احنا عمرنا 4 سنين بس، لسه محتاجين وقت، اصل الدوله، اصل المناخ، اصلهم بيستخدموا الخطاب الديني، وهكذا وهكذا الى باقي الدولاب اللي مليان شماعات، كل شويه يمد ويطلع لك شماعه.